بنا نأكد عليه هو هاد 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 غلاء ديال الاسعار اثر بشكل كبير على القدره الشرائيه ديال المستهلك المغربي. حتى الخضر دابا الا مشينا للاسواق الخضر دابا راه ما كاينش قل من 7 دراهم 8 دراهم، البطاطا وصلت واحد الثمن، ايضا البصل وصل واحد الثمن، الجلبانه راه دايره 10 دراهم 12 13 درهم. اذا هاد يعني القدره ديال القدره الشرائيه ديال المستهلك المغربي وصلت واحد الحد الذي لا يطاق. اذا هنايا ومني تنطلبوا او المواطن المغربي تيطالب الحكومه باش تدخل يجي يطلع لنا السي القجع في الخرجات ديالو وتيقول لك مثلا تيقول لك علاش 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 حنا كثير علينا هالشيء باش ندعموا، راه حنا تندعموا لكم الغاز وتندعموا لكم الدقيق وتندعموا لكم هذه، راه ما تدعمش من جيبك اسيدي، راه تدعم بالفلوس ديال المواطنين. انت 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 ما تدعمش، اش تعطي انت من جيبك؟ اذا ما تمنوش على المواطن، ما تمنش عليه تقول لي انا تنعطيك انا تندعم لك. هذوك فلوس ديالنا ديال الضرائب ديال العائدات ديال الفوسفات ديال بزاف ديال 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 الحوايج اللي للمستهلك اللي الضريبه تفعل المستهلك من العرق ديال كتافه. اذا انت ما عليك الا تنفذ تقول لي احنا ما عندناش وما يمكن ليناش وهذه هنا راه هذا 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 هذه خضره. الا ما عجبكم الحال حطوا السويلتات وسيروا في حالكم. اشنو هو الدور ديال الحكومه؟ كاين واحد الماده 4 من القانون ديال الحمايه من القانون ديال حريه الاسعار والمنافسه، الماده 4 ان الحكومه عندها الحق لديها الحق عندها الحق باش تدخل في تحديد الاسعار لمده ديال 6 اشهر قابله للتمديد. اذا فين هو التدخل ديال الحكومه؟ عندها الحق باش تدخل باش تحد من هذا الاغلاء. إذا الحكومة ما تدخلتش، إذا ما كاين حتى شي حاجة، إذا هنايا وما تمنوش علينا، ما تمنوش على المواطن المغربي تقولوا له ودي راه حنا تندعموك وتندعموا الغاز وندعموا الدقيق وندعموا هذه وندعموا السكر، راه تدعم فلوس المغاربة، تدعم فلوس الضريبة اللي تنعطيوها حنا من الجيوب ديالنا، تدعم بالعائدات ديال الفوسفات. راه أنتم غير خدامين عند المواطن المغربي، راه غير خدامين، راه صوتوا عليكم باش تخدموا، راه أنتم غير خدامين عندهم. إلا ما عجبكم الحال حطوا السويرتات وسيروا في حالكم. راه حنا واحد العهد في الحكومه ديال بن كيران راه جلسنا 6 شهور بلا حكومه، اش درا 6 شهور والحكومه ما كايناش، ما تنصبتش الحكومه، اش درا ياك ما وقع شي حاجه، كانت الامور غاديه عاديه ما كاين حتى شي حاجه. اذا هنا ما كان حتى شي دور ديال الحكومه، الا ما كنتوش غتدخلوا باش تحدوا من هاد الاسعار وباش ما وباش تدخلوا في اللوبيات ديال المحروقات اللي وصلت دابا، المحروقات وصلت دابا فات 16 درهم ولا جير 17 درهم. الا ما كان عليكم الا ما كانش باش تدخلوا باش تحميوا تتحميوا دابا انتم اللوبيات ماشي تدافعوا على المستهلك. اذا الا ما كان عليكم باش تدخلوا الله يهنيكم سيروا في حالكم. اذا المحروقات دابا راه هذا الاسبوع ثاني غادي تزاد، راه غتمشي المحروقات تتوصل 20 درهم لتر، هي جايه ل 20 درهم واحد الاسبوع ولا جوج الاسابيع غادي توصل المحروقات ل 20 درهم. انا فين قلتها لكم؟ اذا هنا غياب ديال واخا نغوتوا حنا كتيقول لك فينكم انتم كحمايه المستهلك؟ اشنو هي الادوار ديالكم؟ الادوار ديالنا حنا هو نديروا بيانات نديروا بلاغات. حنا راه 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 المعارضه في البرلمان ما قدات والو، راح تيكون التصويت عندهم الاغلبيه، واش عرفتوا بلا الحكومه مكونه من ثلاثه ديال الاحزاب اللي عندهم الاغلبيه، الاغلبيه في البرلمان، الاغلبيه في الجماعه الترابيه، الاغلبيه في المجالس الاقليميه، الاغلبيه في المجالس الجهويه، راه ما يخليو لك منين غدوي، راه ما تيخليوش حتى المعارضه انها تدوي. اذا كيفاش حنا كجمعيه حمايه المستهلك حنا تنجلسوا معهم حتى في البرلمان؟ كان عندنا جلسات مؤخرا في البرلمان حول غلاء المعيشه، ولكن كتابه داك الشيء واخا غادي نشوف ولكن ما كاين والو. الناس حتى الاطفال تيخرجوا للشارع، حتى الاطفال تيقول دي واك واك، راه حنا راه الاسر ديالنا راه تهلكات. ملي يولي البنت الطفله صغيره تتبكي وتتقول لك راه حنا صافي ما قدرنا لا والو، اذا راه وصل زي الزوبه. اذا بغينا اذا الحكومه تدخل بين 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 هذه المحروقات، ترجع للثمن ديالها المعتاد، بنا يكون تسقيف ديال هذه المحروقات، يكون دعم ديال هذه المحروقات هذه. كيف يعقل ان الحكومه مغمضه عينيها وزيادتها المواد الغذائيه زايده؟ راه هذا الاسبوع هذا راه كاين اضراب ديال اصحاب الشاحنات. لان هذا لان ما قدروش، لان تنعرفوا بلا المحروقات تتاثر على جميع القطاعات. إلا تزادوا المحروقات راه كلشي غادي يتزاد، مول الحانة تمشي عنده اليوم تتقدى عنده تدوز واحد يومين ثلاث أيام تترجع عنده نفس المنتوج، تيقول لك تزاد، واه راه ديتو عندك واحد ثلاث أيام تزاد ثاني صافي ما كان شيء. إذا هنا حنا كجامعة
نحن كجامعة المقترح ديالنا اللي كاينه وهي تقليص الضريبة على القيمة المضافة ب 50%. نعرفوا أن الضريبة رغم غلاء اللي تنتعجبوا لي دابا حنايا هو غلاء المعيشة، ومع ذلك الحكومة ما بغاتش تنقص من الضرائب على القيمة، الضريبة على القيمة المضافة التيفية اللي الى قصته غادي يكون على واحد التأثير إيجابي على القدرة الشرائية ديال المستهلك المغربي. إعادة النظر بإزالة كل الزيادات المتعلقة بديك لاتاكس لاتيك، الى حيدونا ديك لاتاكس وانت تدخل الدواء، تندخلوا الدواء من مرة وتزيدوا عليه لاتاكس، واه حتى الأدوية تتزاد على لاتاكس والناس تعاني في هذه المدة. كاين ثاني هذا يعني القانون ديال المالية ديال 2023 راه كلشي الضرائب، كاين واحد الضرائب اللي غتنزل على المستهلك، اللي ضرائب اللي هي كثيره وكثيره بزاف، وهاد الضرائب هذه غادي تاثر على القدره الشرائيه ديال المستهلك. خاصه هاد الضرائب راه خاصه كل ما يتعلق بديك المحليات، كاع جميع المواد المحليات راه غادي تزاد فيها الضرائب، زياده على ضرائب اخرى. يعني احنا خاصنا العمل بقانون حريه الاسعار والمنافسه اللي هو 104 12، راه ما كايناش حريه المنافسه، ما كايناش داك راه المنافسه الشريفه ما بقاتش، حيت تنعرف انا المنافسه الشريفه وهي هذا زاد هذا ما خاصش يزيد، الى هاد ستاسيون زاد هاد الشركه، راه كاين خمسه الشركات اللي مسيطرين على المحروقات في المغرب، خمسه الشركات اللي مسيطرين وتيديروا الاثمنه اللي بغا، باقي الشركات راه غير تيشريو من عندهم. اذا تنعرف هاد الشركه الى زاد هذه ما تزيدش. كيف يعقل بانه هاد الشركه زاد تيتفقوا كاملين باش يزيدوا في هذا الماء، اتفقوا كاملين في الزبده، تزاد في الزبده كاملين. ثاني كاين ثاني واحد ان الحكومه خاصها تلجا لواحد ديك اللجوء الى سياسات نقديه، حيت نقولوا سياسات نقديه واقتصاديه لتخفيف من ثقل الزياده في القدره الشرائيه للمواطنين.